السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للربح المجاني من الانترنت كالعادة. هذا الفيديو حول كريبتو وار للموقع الذي حتى الآن وصلت إلى 82 دولار. سحبتها طبعا من خاصية البونيس الموجودة في هذا الموقع. كما ترى الموقع يعني ما زال يعمل وفي يومه يعني 27، لكن بالنسبة للخاصية البونيس هو في يعني أسبوعه الرابع. هذه واجهة الموقع فقط من الخارج. الموقع هو استثماري ربوي، نحن لن نستثمر في مثل هذه المواقع، فقط نقوم بالربح منها بالمجان من خاصية البونتي الموجودة في الموقع. لذلك سأشرح طريقة التسجيل. طريقة التسجيل سهلة كالعادة، تضغط على سينوب، بعد ذلك يعني تملأ البيانات، يعني هذه البيانات الموجودة هنا، تقوم بملئها، تضع هنا أي اسم، إيميلك يعني يوزر نيم، باسورد، تعيد كتابة باسورد، ثم تضغط على سينوب. طبعا أنا لدي حساب، لذلك سأدخل مباشرة إلى حسابي. يعني الموقع يعني يجب أن تقوم باستغلال مثل هذه المواقع لأنها تعمل هكذا شهر، قد تعمل يعني أقل من شهر، فيها يعني التي تعمل أكثر من شهر. لذلك يجب دائما استغلال مثل هذه المواقع. هنا تضغط على إيثريوم مثلا، تدخل إلى الواجهة الخاصة بك. هذا هو حسابك من الداخل. طبعا كما ترى أنا لم أستثمر أي دولار، أنا أسحب فقط من مجان. هنا يعني تختار العملة التي تريد الاستثمار عليها، مثلا تختار ايثريوم، بعد ذلك ميك نيو ديبوزيت، تضغط على ميك نيو ديبوزيت، تدخل هنا القيمة التي تريد استثمارها، مثلا 0.05 يعطيك يعني هنا ارباحك بالساعة باليوم وبالاسبوع وبالشهر. تضغط على ميك ديبوزيت يعني يعطيك ادرس تقوم بالايداع في تلك الادرس. بالنسبة للايثريوم من اجل يعني سحب اموالك، تضغط على withdraw funds. طبعا الاشخاص الذين يستثمرون اموالهم في هذا الموقع، يعني الاستثمار الان اصبح في هذا الموقع يعني اصبح يعني ريسك كبير. لماذا؟ لانه يعني في اسبوع الرابع. انا انصح كل من يستثمر في هذا الموقع ان يسحب ارباحه، لان الموقع يعني قد ينصب في اي وقت. طبعا اذا كنت تريد الترويج لرابط الإحالة الخاص بك فقد تضغط على ريفيرال بروجرام، من هنا يمكنك أن تقوم بالترويج لرابط الإحالة الخاص بك. أيضا إذا كنت تريد أن تضع يعني المحافظ الخاصة بك، طبعا إذا كنت مستثمرا مثلا بالنسبة للإيثريوم، تضغط على إيثريوم، تضغط على إيديت بروفايل، بعد ذلك تضع هنا هذه الادرس، مثلا تضع ادرس خاصة بماي ايثر والت او ميتا ماسك، ثم يعني تحفظها سيف. كان هذا وكل شيء لنا فيديو في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.